لكن عيسى يخلصها كرة ترجع لفي لنويفا مبلح حد أقرب الآن لفريق نادي الوصل. هذا درويش يشوت يلعبها خطيرة تلعب الجول ولكن جنب القائم خارج الملعب. محاولة كانت من أوليفيرا اللي بعرف الصورة والكرة تروح منها ولكن هنا طبعا المحاولة. هذا درويش على طول طلع بعرض الملعب. لاحظ هذه تتلعب لا والله من 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 بوتش اللي حاول ولكن الكرة وين راحت منها خارج الملعب. ما هو مصدق إطلاقا كرة عرضية جميلة.